طبعا على حسب المعطيات للعيبه الموجودين، انا اعتقد تجربه كويسه في كتوليفه كويسه للمريخ. المريخ بس انا عندي يعني نقطه واحده، هل عوده اكرم الهادي اصبحت كامله ولا ما لا كامله؟ لسه اكرم بيعمل في التمارين، لان لكن ان شاء الله اكرم يعني حسب الانباء انه خلاص هو حيدخل التمارين الجماعيه، فممكن يكون متاح للمريخ في البطوله الافريقيه. دي بس النقطة السلبية اللي أنا بتكلم فيها عن فريق المريخ، لأنه تخيل أنت في تجربتك الإعدادية دي أو التجارب الإعدادية دي أنت ماشي بحارس واحد فقط ويحصل له أي مشكلة، فكان ممكن تلخبط لك ودي إصابة حصلت في حصل مباراة بعد من أيوة، المباريات، ممكن حتى استعان بالحارس الاحتياطي للفريق للفريق الخصم. لا، ودي تلخبط حسابات كثيرة جدا جدا. فأنا أعتقد نرجع للتشكيلة، تشكيلة كويسة خالص على حسب معطيات اللعيبة، فيها كمية من اللعيبة الأساسيين في المريخ اللي عندهم الخبرة، ناس أمير كمال، ناس منجد، ناس حمزة، لعيبة يعني توني توني محترف، توني لاعب هو كبير صاحب جدا. الهدف طبعا. أيوة أعتقد تشكيلة مناسبة جدا بدأ بها توليفة، عايز يظهر بها مدرب المريخ في إنه يثبت التشكيلة. فريق زي بيراميدز وآخر مباراتين زي ما بقول إعداديات، دي اللي أنت بتثبت فيها تشكيلة معينة خدت فيها مستقبلك، ومستصحب معك إنه عندك قرابة الستة لعيبة أعتقد في المنتخب القومي ممكن برضو تضيفهم على التشكيلة دي. فأنا أعتقد يعني المعسكر ده فائدته إنه عندك لعيبة أساسيين جاهزين وقاعدين يجهزوا في أفريقيا، وإنت بتجهز باقي لعيبتك على نفس المستوى، ده الحالة الكويسة يعني. طيب كابتن.